السلام عليكم متابعين موقع الطنجاوي، ومرحبا بكم في ميكرو الطنجاوي. واليوم جينا كصبارة نشوفوا الاجواء رمضان كيفاش عامله. يلا شي باسيو معايا. سينا خيلا بس عليك هو شنو مبروك عليك الغزال الله يرحمه. بعدا كنجي في العلوه شر كنجبرك النور. ضروري. شحال وصل دابا كيلو الورق؟ 20 درهم بحال دائما. هذا دائما الحمد لله كاين شي قبل. كاينه البركه، البركه كاينه، كاين اقبل بصح ماشي وعنقولوا اي واحد كصبارة طافت موطع يجي يدي الورقه. هذا ضروري، معروف حنايا عند الروبيو فيما مشي سي معروف فيه، فهمت؟ كصبارة عند الروبيو هذه الطريقة دابا هي مشات. لا ضروري هاوي اخرى. بارك الله عليك. ضروري شي تسامى راه هذاك الوش مات. هذا هو اللي كيبان في فيسبوك عنده الخدمة سهلة. هي الخدمة سهلة كتعمل لي هايدة. كنعمل لي هايدة والله إلا عندك. دابا تينا في رمضان ما جبركش معصب. لا عمري كنكون معصب أنا دايما راش قالي دايما كليان كيمشيو ضحكانين وهكذا كندوزو الحمد لله رمضان. طيل هذاك الخبزان. أنا الميمة ديالي أنا. وهاد الخبز هادي تبارك الله كبيرة، هادي بحال الدار. شحال الثمن ديالها؟ اصلا الدار هادي وفرن العواد شي حاجة كاليتي. وشحال الثمن ديالها؟ 5 دراهم. 5 دراهم ما كنزيدوش حنا. وهاد اللعيبة هادي ديالاش؟ هادي ليكيش. كيعملوا فيها الحلوى. هادي ساهية من مواد الحلوى عاد. شحال الثمن ديالها؟ 15 دراهم ما كنزيدوش حنايا، كنبقاو هيدا واخا كيزيدوا عاوتاني الدراهم شكون وكل عاود. تبارك الله عليكم. عاوتاني رغايف رزيزة حلوه. تبارك الله كيبان دابا العشيه كلشي تسال. الحمد لله بنفد دابا كلشي كياكل الحمد لله وكلشي كيعدل والامور ماشيه الحمد لله. تبارك الله عليكم. الله يعاون. الله يموتك. الله عليك. اجي نقول لك كاينه شي اقبال على الشباكيه؟ كاينه. مرحبا بكم في حوض الخمسي قدام باب السوق وفاس معك صبرة باب السوق. والحمد لله معروفين هنايا كل عام كتبيعوا الشباكيه. معروفين بالجوده والاتقان ديالنا زعما كاليتي 100%. كيجيو عندنا ناس من دول اوروبيه من جميع المدن. والشباكيه شحال وصلنا هذا العام الكيلو؟ عندنا الممتازه 50 درهم وعاديه 40 درهم زعما الثمن متاح للجميع. يعني بحال العام اللي فاس ما كايناش شي زياده. ما كايناش شي زياده الحمد لله، حنا مع الفقراء ومع الدراويش. تبارك الله عليك. شنو تقول الاخوان؟ والشكالس اللي كاينين هنايا مثلا؟ هاتي عندنا هذه ب 40 درهم، هذه كامله ب 40 درهم، وعندنا ممتازه راه هي بالشكل ديالها كيجي كاليتي ديالها ستيتو. هذه كيجي كاليتي ديالها ستيتو، هذه كتسمى ممتازه ب 40 ب 50 درهم، يوم مقرب كيجي معمر بالتمر، هذو 50 درهم ممتازين، وكاين هذا الشكل هذا كامل ب 40 درهم. كاينه هذه اللي كيعرفوها جدودنا والوالدين ديالنا لامبو. كاينه هذه كيقولوا لها الصبيعات. كاينه المقرط عادي خاوي. كاينه الرغيفات. خويا مرحبا بكم عندنا كلشي. تبارك الله كلشي موجود. كلشي تبارك الله. على الجوده ياك اختي. الجوده والنقاوه وكلشي. هي ما تبراش، هي ما تبراش. السلام عليكم. شوف هادو الجيران وحنا خدمنا معاهم الجوده عندهم والنقاوه والناس معقول. وعمي ما فتشي كاينه قدامي في المهنه. حتى انا كتجي تسخر عندهم. انا دائما تتسخر من عندهم، الجوده عندهم والنقاوه. تبارك الله. يقطع عنده تبارك الله ما شاء الله ومع العائله. تبارك الله. مع الخوت والاب ديالهم. تبارك الله. الله يعاونهم. يلا سلام عليك. يلا الله يعاون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اللي بغى العود. العود العنبر، الياسمين. الريحة منورة تبارك الله. بركة وبروك، العواشر هذه، رمضان هذا خير. أنا غنسقسي كيفاش كدوز العواشر في الكسابارات. الكسابارات كيقول العواشر مضخمة خي إبراهيم، كتام رمضان وصايمين والعود وكذا والعنبر وخيرات. عامل واحد الأجر مزيان واللي داخل كيشم ريحة مزيانة. ريحة طيبة والريحة زكية خي إبراهيم. دابا هذه شحال الثمن ديالها؟ هذا 10 15 اللي جا كيدي، اللي جا كيعمل لنا خي إبراهيم. الدرويش على واش الناس تقول الاخوان ديالنا في هذه العواشر؟ عواشكم مبروكه والله يدخلها عليكم بالرحمه والمغفره ان شاء الله والعفو ان شاء الله لجميع امه الاسلام محمد. تبارك الله عليك. الله يعزك اخي ابراهيم. ايوا خاو ديالك. مرحبا بك ابراهيم ديالي، العشاء ديالي. عواشر مبروكه. امين امين امين. تبارك الله عليك. عواشر مبروكه. سوا بيان. قول عواشر مبروكه. عواشر مبروكه. تبارك الله عليك. اللهم امين. شكرا بزاف. اللهم الوالدين، اللهم الوالدين شكرا. اوا بيه خي اسامه تبارك الله عليك. الله يبارك فيك الله يحفظك. خي اسامه كاينه شي اقبال في الدخله ديال العواشر؟ الحمد لله الحمد لله الامور شويش ماشيه دابا، بدا كيبان الاقبال شويش. شنو هاد الايامات الاولى ديال رمضان كتعرف شكون الدنيا كاين اللي كيتسخر دابا
المهم الامور هي ماشيه. اجواء كصبرات في رمضان كيفاش كما كتشوف كيف كتشوف معانا الحمد لله الناس كيخرجوا كلشي كيخرج كلشي كيتسخر الاقبال الحمد لله كاين هاد الساعه هادي نتمنوا من الله خير. صافي هادشي اللي كاين غنشوفوا تبارك الله. خاي انوار تبارك الله عليك. الله يكبر بك. واش مبروكه؟ عينا عليك باش متمنيتي. خاي انوار الاسيميلات السمار شحال واصل اخي؟ اتمينا في متناول الجميع بالنسبه لي انا. تبارك الله الله يبارك. اللهم بارك. التمره شحال كيلو هذا؟ دير 90 درهم و 80 درهم هكاك. كاين الاقبال الحمد لله. كاين الحمد لله. ياك ضروري كاين اقبال كبير بزاف. والاقبال اللي السمار اللي كيديو الناس بزاف فين هو؟ دابا الجزائر هو حاليا مجهول اللي مطلوب دابا حاليا عندي مجهول خدم مجهود البلاد هو اللي اللي كاين اقبال شي وحده. السلام اكثر من وحده نجيبوها بالقرقه والحليب لو غاسل سلام مرحبا بكل فرحه. شنو تقول الاخوان ديالنا في هذا العواش؟ اخوان كنقول لهم عواش مبروكه باش متمنيتو ان شاء الله ويدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. اللي جان كصبارات كل شي حاجه مول التمره وانفاس حدا مول البيكرات دخلت السوق انفاس مع البنادريه اللي كيبيعوا الحلوى رقم 3 البقر. قلت لنا كيفاش كتستقبل هذا رمضان؟ كنستقبلو الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله وبشي صحيحه جديده وبشي حياه جديده ان شاء الله. ان شاء الله اللهم يسر ولا تعسر. السلام عليكم واش مبروكه؟ سعيد الصحه سعيد الصحه ولهنا بحال العيد. علينا عليك اخويا. واش كاينه شي اقبال على الحلوى؟ مرحبا بي طيبتي. كاين عندك شي اقبال على الحلوى والتمر؟ شكون الناس كيديو كثر دابا بزاف؟ نعم الناس شنو كيديو بزاف؟ التمر دابا الساعه التمر هذا العواشي كاين الاقبال على التمر. كاين كلشي. شحال واصل الكيلو التمر؟ كاين كل حاجه والثمن ديالها كاين 55 45 80 90 اللي بغيتي. كيفاش كتكون الاجواء رمضان في كصبارات؟ اجواء ممتعه مزيانه شي حاجه عامره عاود الدنيا عامره والدنيا عامره. الحمد لله كلشي الحمد لله موجود. خاي صامود تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اصاحبي. واش مبروكه؟ الله عليكم على جميع المسلمين تدخل عليكم الصحه والعافيه في هذا رمضان. خاي صامود غني عن التعريف. غنقول لك دابا الاكله الطنجاويه محبين الطنجة وكيعجبهم كاين كاين لذيذ معروف باللذيذ في كصبارات كتاكل الجوده اخاي ديالي. مرحبا بكم جميع معروفين هنايا في كصبارات الاخراني تسقسي عليها كيعرفوا الجوده خير. ملي يدخل رمضان شنو هذه سعد الدنيا؟ عندي بويوس الجوده بويوس كنعملهم دائما كل عام كنخدم بويوس هنايا معروف ببويوس. فين غنجيو عندك ناكلوا بويوس؟ جينا عندي حباب ديال السوق. مرحبا بك اخي محسن. مرحبا بك ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا حسرك قرب كان في واحد الوقت. ما بقاش اخويا ما بقاش يعترفوا به. القرب ما بقاش يعترفوا فيه دوك نجي هنا في طنجه ما بقاش يعرفوا كاع. القرب كيعرفوه في الداخل الحوز. دابا سنا فوقاش كنت اش من عام وانت كتمارس هاد المهنه؟ انا كنجي من رمضان رمضان هنا. سبحان الله العالي. ولكن كنديها البركه الله ما كيعترفوش بالقرب، القرب من دار بيدا وليه كيعترفوا به ومن اللي ما كيعترفوش. انت منين جيتي؟ انا من سيدي برنو. تبارك الله. من سيدي برنو. جيت تدوز دابا معانا رمضان. كندوز رمضان هنا نقول لهم عاونوا على الوليدات، عندنا خمسه الوليدات كناكفوا عليهم من هاد القريبات. ونتمناو ان شاء الله يا ربي. يا مولانا يا كريم. ان شاء الله. الله يحفظ المغرب مجموع. الله عليك وعشر مبروكه. ويحفظ سيدنا. امين. ويحفظ الاسره العلويه. امين يرحم ولي. الله يحفظكم حتى انتوما. امين. وهنا كنسني هذا الفيديو ديالنا ونتلاقاو في فيديو ثاني ان شاء الله بحوامه جديده. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.